هذا احد التجار جلس مع عياله، عيال الثلاث، قال يا عيالي ان مت بعد عمر طويل وش بتسوون؟ قال الاول يبا والله لابني لك مساجد واحط لك من امور الخير ما الله بيها علي. قال وانت الثاني؟ قال الثاني انا يا ابوي والله ان شاء الله احفر لك ابار في افريقيا وفي الدول المحتاجه هناك. قال الثالث انت يا الثالث؟ قال انا. قال نعم. قال يبا. قال نعم. يقوم يعطي ابوه حصتين. قال يبا. قال سم. قال الاولى احذفها وراك. حذفها وراه. قال تشوفها؟ قال لا والله ما اشوفها. قال الثانيه؟ قال نعم. قال احذفها قدامك. قام حذفها قدامك. قال تشوفها؟ قال اي والله اشوفها. قال يا ابوي اعمل اعمال تشوفها الحين قدامك، اللي وراك لمت والله ما تدري يبا نسوي ولا ما نسوي، فافعل اعمال تراها امامك يا ابوي. هذه رساله حقيقه يا اخوان، اعمل اعمال الان قبل ان تموت، والله ما تدري يحطون لك ابار ولا يحطون لك مساجد، الان اعمل بشيء تراه امام عينك وتتابعه وتراقبه حتى تجده عند الله. الله يوفقك. مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجلين. أجل قريب فأصدق. الله يعني يا ربي والله لو تردني إلى الدنيا أني أول عمل بتصدق. طيب ليه ما تصدق الحين؟ ما الذي مسك يدك؟ ولذلك أحبابي إذا أخرجت المال وأبقيت، الآن يا أحبابي لدينا في محافظ نقودنا مال، من منا يعتقد أن الذي أخرجه هو أغلى ما ينفقه؟ أنفق اللي أنت أنفقته هذا الذي أنت تحبه، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعضنا إذا أراد أن ينفق أنفق الريال والخمسة والعشرة، طيب الخمسمية هذه ما يمر عليها زمن، وبعضهم ينفق مما من الماء السيارة الخربانة والحذاء المنقطع والثوب المخروق. ويا أخي هل هذا تقديمك لله؟ هل أن تقدم لله ما تكره؟ ألا تحب المال الذي عندك؟ ولذلك أعقل الناس، واسمح لي أقولها أعقل، أنا ماني بعد نجيب الصفة الأخرى لكنه أعقل، أعقل الخلق على الإطلاق من نظر إلى ماله نظرة أن يودعه وينميه، ليس في المصرف ولا البنك، ولكن وضعه عند من وهبه إياه. الله أكبر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ولذلك يقول بعض السلف الحبة ما في حبة تزن جبل في العالم إلا حبة الصدقة. الله أكبر. ورب العالمين يا أحبابي والله أغلق الباب عليك يا 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 يقول أنا ما عندي مال. لو تعيدها يا شيخ. هذه يقول أعظم حبة في الكون، الحبة حبة ذرة، لكن الحبة حبة الصدقة تعدل عند الله جبل. الله أكبر. بل ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. ثم قال اتقوا النار. أسألك بالله، يوجد أحد في المملكة، في خارج المملكة، في أي أرض ما عنده نصف تمرة؟ في أحد ما عنده شق تمرة؟ الله أكبر. شق هو نصف، النصف شقها، يعني لو أن أتاك فقير وليس عندك إلا تمرة فشققت التمرة بينهما كنت من المتصدقين. ولو